كابتن كولر ولا اللعيبه هم اللي النهارده، او يعني لو هنفصلها تشكيله كولر بالشكل الخططي ولا اللاعبين وروحهم المعنويه النهارده فقط؟ لا هو مين اللي حط التشكيل؟ مين اللي لعب كوكا النهارده؟ وكان ناس كتيره فاروق قالت ان يعني كوكا فوجئنا الحقيقه. لا فوجئنا بكوكا، لكن هو النهارده خط نص الاهلي كله شباب وكله اولاد صغيرين، اكيد كولر درس فرقه الاتحاد. ليه هو ديانج معجز؟ لا يا كابتن ماشي، انا بتكلم ان انت بتتكلم على فابينيو وكانتي. فابينيو ايه ده؟ راجل بس واضح ان نص الملعب بتاع الاهلي يا كابتن تفوق على نص ملعب الاتحاد. مش تفوق انت، بص لا تفوق ازاي يا كابتن؟ اسمعني بس، انت باي حد النهارده هتلعب؟ لا ماشي بس لا تقوليش بقى لا كوكا ولا موكا ولا هم الاتحاد. الاتحاد نازل وحاطط الماتش في جيبه بدليل اللي احنا شفناه الاستفزازات بتاع جماهير الاتحاد. لا الاهلي لا، ما انت ما تستفزش النادي الاهلي يا فاروق. في الكوره انا بكلمك كوره، لا دوافع جديده. كولر دخل بدوافع جديده. البطوله كل الناس كان بتتكلم وبتنتقد ان انت خايف وحاطط ايدك على قلبك، لكن النهارده فعلا النادي الاهلي ادى درس في الكوره لفرقه الاتحاد جده، وقدر انه يكسب بثلاثه. لا في الكوره والله، في الروح. لا اسمع ماشي يا كابتن، ما الروح في فرق بين الكوره. ما انا جبت ثلاثه، ده الاهلي ضيع. الاهلي ضيع النهارده. حسين الشحات مش في حالته ماشي، مش عايزين نتكلم بس عشان من ايه، مش على نتكلم. خلينا نفرح. بتكلم النهارده كولر، خلينا نفرح. مين اللي حط التشكيله يا كابتن؟ ولا حتى اسمع، لا ازاي مين اللي لعب كوكا؟ مين اللي لعب عطيه؟ اي حد هيلعب النهارده هيبقى. احنا قلنا ديانج يلعب بعد اللي حصل الثلاث ايام اللي فاتوا دولت، بعد اللي حصل. لعيبه الاهلي النهارده لو ما كسبتش بالمكسب اللي احنا شفناه ده، اقسم بجلاله الله ما يلبسوا الفانيلا.